two small balls with masses m الكبيرة دي 0.4 كيلوغرام والام الصغيرة 0.2 كيلوغرام are connected by a very light rigid rod of length الطول 1.2 متر as shown in the figure. في البارت A طالب اللي find the position of the center of mass of the system of the two balls with respect to the origin هنا يعني. طيب احنا عارفين ان ال x للcenter of mass بيساوي سيجما ال x في الماس على سيجما الماس. طيب الكتلة الأولانية دي قال لي 0.4 بعدها عن الأوريجين صفر، الكتلة الثانية 0.2 بعدها عن الأوريجين الطول كله، الكتلة الأولى 0.4 والكتلة الثانية 0.2 يعني هيساوي 0.2 في 1.2 يعني دي مع دي 2 في 0.2 يعني 0.4 متر. يبقى كده البارت A خلص. البارت B يقول لي find the amount of inertia of the system about the center of mass يعني حوالين بقى اللي حسبناها دي. طبعا ده ماسلس ملوش very light rigid rod يعني ملوش كتلة وبالتالي ملوش amount of inertia، يبقى بس كل كتلة من الاتنين دول ودول بوينت ماسس يعني الاي هتكون سيجما الماس في الدي سكويرد كل ماس في الطول بتاعه وبالتالي هتساوي البوينت فور في بعدها عن السنتر اوف ماس اللي هي بوينت فور ثم البوينت تو بعدها عن السنتر اوف ماس اللي هي بوينت ايت تربيع. طبعا دي جوه ولا بره مش تفرق. فبوينت فور تكعيب زائد بوينت تو في بوينت تمانية تربيع طلع الناتج 1.92 كيلو جرام ده الماس والطول سكوير. يبقى كده خلصنا بارت بي. في بارت سي طالب بيقول the system starts to rotate from rest يعني الاوميجا نود بصفر with a constant acceleration ومديني الالفا about an axis which passes through its center of mass هنا يعني. Will you find the rotational kinetic energy in joule طبعا of the system at 3 seconds. احنا عارفين ان ال kinetic energy بتساوي نص i omega square فمحتاجين نحسب الاوميجا الاول هو started from rest والالفا مديها لنا ب 2 ومديني الزمن 3 فهنا 3 ودي 2 وستارتد فروم ريست يعني الاوميجا 6 راد بير سكند. طب يبقى الاي بتساوي ايه او اسف الكي بتساوي ايه اللي هو الكيناتيك انرجي نص اي اوميجا سكوير واحنا عارفين طبعا هيطلع بالجول ان الاي ببوينت 192 حسبناها وهنا 6 تربيع 0.192 قدامي فهضربها في 6 تربيع وفي نص فيطلع او تطلع الكيناتيك انرجي 3.46 جول.